جنتها، وهو عند نفسه ضالته التي يطلبها، يصبر صبر الأولياء ويرفع الراية السوداء، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه لا الممهد للمهدي. العبد لله، الحمد لله توصلت للشخصية دي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبائي وأصدقائي المتابعين تامر التوني على قناتكم فيلسوفا مع التوني. بالنسبة للشباب، للناس اللي هي لسه أول مرة تشوف التوني، تنزل تحت بسرعة وتعمل اشتراك، بعد كده تفعل زر الجرس، بعد كده تخبط لايك متين عشان يوصل لك مني سلسلة كاملة عن المهدي المنتظر. طبعا الشباب، أنا هسيبكم تكملوا الفيديو مع الأستاذ إبراهيم اللي حضراتكم شفتوه في بداية الحلقة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان الحلقة اللي جاية توصل لك. كلام سيدنا علي بن أبي طالب لما تكلم عن شخصية ممهدة للمهدي في مصر، قال 4 روايات. أول رواية قال: مصر سند المهدي ويعضهم البلاء حتى يقولوا ما أطول هذا العناء، يسميهم اليهود عدوهم الذي في الجنوب، لهم البشرى بدخول القدس بعدما يسرج الله فيها سراجا منيرا، صحابيا يغدو فيها على مثال الصالحين ليحل فيها رتقا ويعتق فيها عتقا ويصدع فيها شعبا ويشعب صدعا، يلبس للحكمة جنتها وهو عند نفسه ضالته التي يطلبها، يصبر صبر الأولياء ويرفع الراية السوداء، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه لا الممهد للمهدي. العبد لله، الحمد لله توصلت للشخصية دي من 4 سنين. احنا كده وصلنا ان دي شخصية مؤثرة جدا. سيدنا علي اقسم، قال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة، انه لا الممهد للمهدي. يعني هذه الشخصية لا تقل اهمية عن الفتى التميمي، ولا تقل اهمية عن الحارث بن حراس، ولا تقل اهمية عن اليماني او القحطاني، بل هي اهم الشخصيات، لان هي ممهدة جدا للمهدي، بل هي الاساس في المهدي. يعني نبدأ بقى في سرد الوصف بتاع الشخصية. قال لك يعني ايه اللي يحل فيها رتقا ويعتق فيها عتقا؟ يعني في مشكلة، في اشكال هذه الشخصية هتحله في مصر. ويعتق عتقا، مقصود هنا ان هو يعتق الامام المهدي، هو عتق لان هو يعني هيحرره من الاكلاب اللي فيه، تمام؟ ويصدع شعبا ويشعب صدعا، يعني الناس هتختلف عليه. في يحل فيها رتقا ويعتق فيها عتقا ويشعب صدعا ويصدع شعبا. يصدع شعبا يعني هيتسبب في اذى لمجموعة ناس في مصر، ويشعب صدعا هيفرج كروب مجموعة أخرى في مصر، تمام؟ يرفع الراية السوداء. إذن هذه شخصية جهادية. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، أأنت قلت للناس اتخذوني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يصبر صبر الأولياء يعني يتعرض لبلاء قوي ويرفع الراية السوداء، والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه للممهد للمهدي. وهو عالي القد، طويل وليه قيمة كبيرة. عالي القد يعني مش أي واحد مثلا كده يظهر على النت يقول أنا صاحب مصر نصدقه، لا، هو شخصية عالي القد. أحمر الخد، أحمر الخد يعني خجول، ومن معانيها برضو ممكن وجهه أحمر.
اهدب الشعر، يعني شعره كده ايه، يعني مش زي، بس ايه، اخف مني بكتير، يعني اهدب الشعر ويغير اسم الجد، ودي من اهم صفاته، يغير اسم الجد، حاد النظر، صحيح الفكر، لحيته بيضاء فيها جمال ونور، ونصفه العلوي خير من نصفه السفلي. دي الوصف الجسدي بتاعه. طيب الوصف الجسدي ده ممكن ينطبق على ناس كتيرة. تعال بقى ننتقل لبقية الوصفات، بقية الأشياء. سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ صحاب مصر يعيد لها الصحاب بأنوارها بعدما كان ملء السمع والبصر، اسمه معروف بالحسن موصوف، ينشل مصر من شجرة الحنظل ومن عين لها نداء مبغوض كرائحة الثوم. تاني، صحاب مصر يعيد لها الصحابة بأنوارها، يعني راجل سلفي، راجل على نهج الصحابة، يعيد لها الصحابة بأنوارها، يعني الصحابة بأنوارها مين اللي فتح مصر؟ عمرو بن العاص، فهو يعيد هذا العهد تاني، يعيد لها الصحابة ايه بأنوارها. نهاية الفيديو يا شباب؟ طبعا الاخ ابراهيم يا شباب اتكلم عن صفات صاحبي الممهد للمهدي المنتظر. طبعا الفيديو دوت يا شباب ليه جزء تاني، بس للاسف الجزء التاني لسه ما وصلنيش، وان شاء الله يا شباب اول ما يوصلني هنزله على طول. اقسم بالله يا شباب الجزء التاني لسه ما جاش، بس اوعدكم اول ما الجزء التاني يوصلني هبدأ انزله على طول على القناة. بس بطلب من حضرتك طلب صغير، لما تشترك تفعل زر الجرس عشان اول ما الجزء التاني يوصل يجيلك اشعار مني بالكلام دوت. كان معكم تامر التوني من قناة كن فيلسوفا مع التوني. السلام عليكم.